ايش اللي مستقبلني؟ شو الملكي هذا؟ يا ملكي نور ام الدنيا. حبيت الطقم صلوح احمر على اخضر. بالله يا صلوح انك والخاتم والخاتم والله يا صلوح ما افتح بعد شيء. صلوح ايش الطقم ذا يا صلوح؟ احمر على اخضر عذبت الناس. شوف داخل البدل عشان البرد. عشان البرد. وحشتني يا صالح. وحشتني. انت ما وحشت. طيب تعال سلم علي. تعال سلم. ترى مسوي ثقيل ها؟ ايوه بعدين جايب لهلي عشان يعجب. ترى حشتك ولا ما حشتك؟ شوي. احلب بالله. ليش مع الطاقة هذي؟ دقيقة احلب بالله. ايش هذا؟ احلب بالله. قول ورب الكعبة. شوف اسمع. انت ليه تحب تحرج الناس؟ انا مش بجيك. الله صباح خير يا الله. الله يجزاك خير يا موايل. وجه الله. يا شيخ الرياض ايش؟ الرياض مين؟ انتم مين واحنا مين؟ حبيبك يا بحده بس عطسه واحده بس صراحه. يا اخي ايش دخلك؟ من مال امك؟ ايوه الله يسلمك. مين هذا؟ يا الاخو طب الخير. الله بالنور. كيف حالك؟ طيب. ليش مغطي وجهك؟ مصيبه حلت علينا. مصيبة حلت عليك؟ وش المصيبة لا سمح الله؟ طيب عادي يا أخي شارك صار حلو. أستاذ عبد المجيد قالك حلق. دعوة بالله لأستاذ عبد المجيد. الله لا تكمل يوفقك. بعدين بيني بينك يا بزر شكلك كذا حلو صح يا موايل؟ تو ما بان وجهه صح؟ ما شاء الله تبارك الله صارك فنان بشعر بدون شعر. فنان. شفت فنان بشعر بدون شعر. لا غنى بان توم ما بان مثل الجبهة. والله ما في جبهة. يمكن خدود صح. اخر شوف يمكن خدود. جبهة ما في. ايش يمكن جبهة ما في؟ صغيرة جبهتك. والله صغيرة يا صالح. الله اي والله. تراك انت وسيم. مازه انت وسيم. ورق تكلم صدق. انت وسيم يعني حافظ على نفسك. انت في نفسك ايش فيك؟ صلوح أتحداك تحدي. أتحداك في دقيقة تروح تضحك أبوي. السلام عليكم. كيف الحال؟ ضحك. مصرية هذه يا أبوي. تبغى يفوز أنت والله. والله ما أدري. والله تبغى يفوز. أنا تحديتك وتتحداه في دقيقة واحدة يضحك أبوي. ضحكت على طول أنت. الحين أبغى الجواب. جايز إذا تحديت ثاني. تحدي الثاني. إيه. أتحدى في دقيقة تخليه يحزن. لا الأهلي في وضع حزين. إيش؟ الأهلي في وضع حزين. بالعكس الوضع مشرف. وضع مشرف يقول. الأهلي يمرض ما يموت يا حبيبي. لا نشوف السنه الجايه ان شاء الله. يا اخوي 30 سنه مخلص. شطح بالسالفه. يلا باقي لك 30 ثانيه يا صالح. قول الله لا يجيب الحزن. ليش نحزن؟ معليش. الله لا يجيب. 10 ثواني. والله ما صادق. 10 ثواني. هذه كيف ثواني؟ 5 ثواني. كيف بسرعه بسرعه. فزت الثاني. أولا أنا بقترح عليك اقتراح. تفضل. إنك تكون في فقرة النقد في البرنامج الجاي. مع معيان. مع معيان وسعود ونواف والشباب. والله تم. أكلم لي أبو مشاري بس. تاكل. ولا مشاري اسمه؟ مشاري اللي تي. مشاري ولا أبو مشاري؟ أبو معتز. تاكل الجو عليهم؟ والله أنا عندي انتقاد في الجبهة. تجلدهم جلد. والله ما في. طب. تأخذك أبوهم رحمة. ها؟ أنا عندي أطبق الآية. الشيء. ولا تأخذك بهم ورحمة. في آية ولا حديث؟ الله ما أدري. بس أنا أطبقها. بنسوي بروفة ونشوف. والله أطبقها. يلا عطنا بروفة نقد لنفترض نتكلم عن نقول أنت كنت معهم في فترة فقرة النقد ونقول إيش رأيك في فقرة المستثمر اليوم؟ ما شفتها للبارحة.
لا اي فقره يعني مثلا هذا مثال بسيط ممتازه جدا. وين النكت وين لا ترحمهم و... طيب خلنا نغير مستثمر وكاش انا حقتي ايش هو غير المستثمر خلنا نقول ايش رايك في فقره البرايم حق زياد الشهري والله يا فنان والله معليش زياد والله معليش ما تنفع الا زياد خط احمر دلحين زياد خط احمر وانا خط احمر زياد لا زياد طيب اذا كانت فقره ما كويسه والله مستحيل زياد طيب خلنا نقول فقره المطبخ مطبخ ما اعرفه والله ما ادري ايش ذا الناقد يا ابن الحلال انت ما يتم ما تنفع انت انا موظف كان اتابع وانت يعني لو تستلم راتب تنتقد نعم بس زياده لا والله من اللي ينتقد زياد والله ما ادري انا ما شاء الله يا مويل متابع البرنامج والله صدق الصدق لا والله ما تابع لا فقره حقتك لا فقرتي بس ليه ما انت اللي فتحتها تقول تفخش انت طيب ايش احسن شيء يعجبك في الفقره صدق المستثمر لا هي المستثمر ايش احسن شيء يعجبك فيها اي يوم اليوم الاحد ولا يوم الثلاثاء ولا يوم الاربعاء الكاركترات الاربعاء كاركترات ايوه وبعدها كلها حلو بس يوم الاربعاء حلو عشان فيها يعني شيء حلو كذا طيب الصدق الصدق من المتسابق اللي ها ودك يفوز الله يوفقهم كلهم جميعا جميعا دبلوماسيه ام مايد اختارهم خيره الصالح دبلوماسية على وين ابغى في هدية طلبية من هدية لمين؟ لك يمكن لك طيب ان شاء الله ان شاء الله لك اللي لك لي نفس الشيء واللي لي لك بس خلاص هذا اجيك اجيك والله في رسالة خاصة يقول لك ايه يقول لك رجاء لا تقرا هذه الرسالة لا تصورها يعني قبل كل شيء هذه رسالة من طيب 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 يقول لك تقراها دقيقة يقول لك بس أنا بقرأ لك في البداية وما نبي أحد يقرأها سواك وبابا كمل الباقي خلاص يعني يقول أحد يقرأها سواك طيب أنت قريتها أنا وأنت بس خلاص طيب أنت قريتها أقرأ هنا ونرميها نشققها ونرميها على طول شنو أريد الحركة إيش يعني لك اللون الأصفر يا بواي والله اللون الأصفر ما أحبه أنا صراحة أنا أحب اللون الأخضر فقط لا غير شكرا للي أرسلها الله يعطيك العافية خلاص بالنسبة لهذه بالنسبة لهذه ايه اعتبرها في الحفظ والصون ولن تقرا الى يوم القيامة تمام تمام حبلي مليون والله مسكت ماية قهوة يا اخي يا زين انك ما ترتبط بعمل يوم الثاني ما عندك شيء الصباح قهوة وقت ما تبغى تصحى وقت ما تبغى لله الحمد المنة بس في مشكلة يا بابا الخميس تطلع الوقت ذا لحالك قهوة لحالك وتعيش لحالك زي ما يكمل يعني الله يا الأجواء مطر الله يا الأجواء مطر الأجواء مطر أنا جيت وجبت الأجواء الحلوة معي ربك هذا النجاة مطر يغسل ذنوبك لا والله خلني ساكت ما وحشتك الا والله قديش اقول صدق قديش ما اقول لا ما ادري ايش يعني ما كبرت اليوم لا قديش قطرات ايش فيك مستحي الحين نبغى نبث لنا اكثر من ربع ساعه وحنا ننتظر حسون ايش رايك فيه بالله وايش رايك في الشخص ايش رايك في الشخص اللي يقول كلمه ويسحب لك تدري ان لهذا الحين ساعه ويقول خمس دقائق وانا عندك ساعة هو يا أنه ما يعرف الرياضيات يعني ما أدري شو يا أن ربي يتقاضى لي تقاضى لك؟ ما قد سويتها فيه سويت فيك أنا والله أني ما قد وعدتك وجيت هالوعد أجي قبل الوعد دائما لا والله سبحان الله بيض الله وجهك يا حسو لا تجي انطع الله 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 يجعله يروح البث إن الله إن الله إن الله ياخذ حقي منك اسمع وصل الله يرحمه أرحب ثم أرحب ثم أرحب الله لا يبقيك والله لو ما تفتح لا تعبت هيك ما عاد راح طول حياتي والله تعرفه عرفته من كوب الشاي اوف يزعل بسرعه الولد ايش فيه ارجع اي خلي يفتح الباب بسرعه بسرعه شكرا بث جميل جدا كم واحد قفلنا ملفه كم كلهم صح والله انا اعرف ايش بتقول والله والله اني اعرف ايش بتقول بس والله لا قفل الحين ملفاتك كلها
ترى اذا فزت عليك فزت عليك ثلاث تحديات بخليك تسوي تحدي. واذا فزت انا تفوز عادي. تصور اقول لك مبروك. وش لا لا ما في ما بتصور. سنابي سنابي تصور تحكم تحكم علي. ايوه سنابي تم تم. يمكن خليك تجيب صالح اخوك احكم عليه. تم تم خلاص تم تم. تصور نتيجه. ها ليش حطيت ايقاف تشغيل؟ ليش ايش ده اللي ورا الكنبه؟ ايش ده اللي ورا؟ يلا 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 يلا. خمسه بشم خمسه بشم خمسه بشم خمسه بشم اعجل خمسه بشم خمسه بشم. امي يلا بسرعه طفي السوني. نسيت ما اروح البيت. نسيت انا البيت. السلامه اتحدى.